كنت انا حاطط في السكريبت ما اعرفش يعني هتقدروا تطلعوا المقادير او لا، يعني ان انا قلت لو في معانا شويه وقت هنعمل فطيره بطاطس بالبطاطس. ماشي. فعشان برضو حاجه مش تقليديه يعني، والولاد يحبوا البطاطس بس احنا مش عايزين نعملها مقليه، احنا مش عايزين نعملها الكلام ده كله. فهناخد معانا حبيتين بطاطس مبشورين، هنبشرهم على المبشره جنب الخشن يعني، تقولي ليش نطلع فاصل يا دكتور؟ انا متعود ان انا اعمل الحاجات دي قبل الهوا، بس النهارده قلت اشتغل معاكم يعني، يعني بقالنا مده ما بنعملش حاجه مع بعض يعني. حلو انك هتعمل فطيره بال يعني ما استخدمش هنستخدم فيها دقيق صح؟ لا مش هنستخدم فيها دقيق، ممكن ناخد معلقه نشا كده ممكن. ماشي. على حسب، وممكن ما ناخدش خالص مش لازم. هي النشويات اللي في البطاطس نشويات صحيه، علشان الناس بس اللي هو لو حد مثلا عامل دايت او لو حد مش عايز يستخدم النشويات في الاكل او بعد خالص عن الكربوهيدرات، النشويات اللي في البطاطس نشويات صحيه، هي يعني بتبقى مفيده، مش ان انا باخد حاجه بتخن او اخد حاجه ان هي باخد منها النشا فيضرني يعني. بعدين دي بنشكلها زي ما احنا عايزين، بس مجرد ما بتنزل بتمسك قرص في الطاسه كده احنا بنشكلها بقى، ممكن نحط عليها جبنه، ممكن نحط عليها موتزاريلا، ممكن نحطها نخليها بيتزا يعني، ممكن نحط. النهارده بتعمل حاجات مفيده للولاد، يعني ان انت بتدور على ان انا اعمل لهم حاجه مختلفه شكلها حلو مليانه فيتامينات ومفيده وموفره في نفس الوقت. ممكن نضيف من عندي اضافه يعني، بيوطش عليا كلم نفسي مش كنت لسه. طب بس انا بقول هنعمل اضافه بس من عندي جزرايه اللي انت بتقولي عليه ده يا دكتوره مظبوط جدا. نسيت انا قلت. لا انت بتقولي ان انا بعمل حاجات مفيده للاطفال وبتاع، انا ما نسيتش، انا متابع معاكي كويس معلش سوري. لا انت بتتكلمي مظبوط جدا جدا يعني. بص يا دكتور، احنا متعودين على السندوتشات التقليديه والحاجات اللي هي الاولاد ملت منها. طيب احنا النهارده لما احنا نديله قطعتين لانشون من اللي احنا عاملينه ده، نديله حته كيكه من اللي هتطلع من الفرن دي عليها الجبنه بتاعتها، نديله مكعب او مثلث من دي، يبقى احنا عملنا له ثلاث حاجات مختلفين، نحط له معاها حته فاكهه. الحاجه الحلوه اللي هعملها النهارده ممكن تعملوها بالتوست، ممكن تعملوها بقلب العيش الفينو، ممكن تعملوها باي حاجه هتبقى جميله جدا معاكم، الولاد بيحبوها جدا. حط لهم عليها الشوكولاته، حط لهم عليها سكر بودر، حط لهم عليها عسل نحل، حطوها في السيرب هتبقى جميله جدا. حلو قوي. كويس خلاص كده. هناخد دي كده ننزلها على تلج. ماشي. استاذه اميره مساء الخير. مساء النور. ايه الاخبار؟ اولا بشكر البرنامج بتاعكم جميل بصراحه جدا، والشيف بيعمل حاجات بسيطه وجميله قوي حقيقي يعني، مبسطه جدا. ربنا يخليكي. نورتينا يا فندم، اتفضلي. سامح معاك. لو سمحتي ممكن الشيف لو بالنسبه للانشون الفراخ، هو يعني تقترح من عندي معرفش ده صح ولا غلط، ينفع نحط مثلا معلقه نشا يتمسك يبقى ماسك اكتر ولا بلاش؟ ممكن لو عايزه تضيفي معلقه نشا على اللي احنا عملناه ده ضيفي مفيش مشكله. بس انا مش ببقى عايزها تبقى زي الكاوتش يعني، انا مش بحب انها تبقى زي الكاوتش، انا بحب ان انا ابقى مختلف عن السوق. هو كان ممكن انا حطيت معلقتين كبار جيلاتين عشان كده بقول لك بيتيها لتاني يوم في الثلاجه، لكن ممكن نضيف عليهم معلقه نشا زي ما حضرتك بتقولي، بس هتبقى ماسكه قوي يعني، هتبقى عارفه ماسكه جدا. فانا ما بفضلش، انا طلعت من كل، لو خدت بالك انا ما حطيتش ولا حاجه مش طبيعيه. ايوه صح فعلا يعني، حتى اللون انا حطيته مش لون سمان، بنجر وفلفل احمر، بنجر وفلفل. ايوه وما اديتش كتير عشان ما تطلعش حمراء، لان ده لانشون فراخ بيبقى بينك كده او ابيض يعني، مش لا فعلا بالظبط كده. تحت امر حضرتك يا ميرسي خالص. ربنا يخليك. ميرسي وميرسي لتعبك جدا. ربنا يخليكي. ميرسي لاتصالك وشرفتينا يا فندم، متشكر خالص. ميرسي خالص، شكرا لتعبك. نورتينا يا استاذه عايده، نورتينا يا فندم. ناخد معاها كده ايه، بصلايه تسكرها، قطعها ناعم. ده برضو عشان محدش يتوه مننا، احنا خلصنا لانشون الفراخ والشيف سايبه يعني زي كده يجمد
في التلاجة، عملنا الكيك الزعتر والجبنة لسه طبعا لا هنكمل لما يطلع من الفرن. دلوقتي الشيف شغال فطيرة البطاطس، هناخد بقى معانا دي كده. بشرت البطاطس والجزر وحطيتهم على تلج. بالظبط كده. ده ليه بقى؟ عشان يشدها شويه وناخد شويه من النشا اللي فيها نرميهم بعيد. في نفس الوقت يعني انت حتى النشا اللي موجود فيها انت بتقلله برضه. بقلله اه. في نفس الوقت التلج بيشدها شويه، خليها تشد شويه. عشان انا عايز الفطيره دي تطلع مقرمشه. هنشوف دلوقتي ان شاء الله تطلع معانا كويسه يعني. ان شاء الله. ادعي لنا يا دكتوره عشان ينفع يتحط على ميه ساقعه ولا لازم تلج؟ ينفع ميه وتلج، ميه ساقعه، ميه متلجه، ميه ما عندناش، ميه من الحنفيه تمشي الدنيا. كويس؟ جميل. البصل، البطاطس والجزر مبشورين كده، زودت عليها البصل صح؟ الجزر ده من عندي والبصل ده من عندي. اه يعني ممكن نستغنى عنهم؟ ممكن. خد بالك الجزر والبصل ممكن نستغنى عنهم ونشتغل، بس ده كده افيد يعني. عارف انت كل ما بتزود طعمها بيبقى افضل. اه بتزود كمان القيمه الغذائيه بتاعتها. بالظبط، طعمها بيبقى احلى شويه. كويس خلاص كده. طيب يبقى الشيف دلوقتي شغال فطيره البطاطس، بشر البطاطس، بشر الجزر، وبشر البصل، حطهم على تلج او ميه ساقعه ان هما زي ما قال ان هما كده يشدوا شويه ويقلل شويه من النشويات بتاعه البطاطس، وممكن ميه ساقعه، ممكن تلج بس، ممكن ميه وتلج، يعني اللي متوفر عندنا نستخدمه. تمام كده؟ هنزود دي بقى شويه. فكريني يا دكتوره الكيكه لو سمحتي. بيفضل لها قد ايه كده؟ حطيتها على درجه حراره 200، تقعد قد ايه؟ قلنا 200 وبعدين ننزلها 180 تقعد نص ساعه. ماشي. احنا ما بقالناش نص ساعه يعني. تمام؟ هناخد معانا، هاتي البيض ده كده. تنزلي تجيبي البيض. هنكسر عليهم دول ايه؟ بيضتين. ثلاثة. هي الحبايه البطاطس بيضه بس احنا عشان حطينا حبايه جزر كمان فناخد بيضه كمان. كويس كده ثلاث بيضات. بالظبط. ناخد معانا برده شويه زعتر بس ده ناشف عشان التاني مش معايا خلص خلاص يعني. شويه كزبره. شويه سماق صغيرين، شويه فلفل اسمر، اي توابل حضرتك بتفضليها مالكيش دعوه بيا يعني. انت حضرتك اي توابل عايزه تحطيها حطيها. اوكي يعني ملح والبهارات المتوفرة. بالظبط كده. أنا هعجنها بإيدي بقى كده عشان أنا إيه النهاردة عايز أحس بكل اللي أنا بعمله. آه بص يا دكتورة دي بتتعمل بثلاث أربع أشكال. إيه يعني؟ أنا ممكن أخدها كور كده وأقليها في الزيت تطلع مقرمشة أو حاجة جامدة جدا، وممكن اعملها زي ما انا هعملها في الطاسه كده. كويس. وممكن احط عليها دقيق، احط عليها معلقه نشا يعني. ممكن نعمل النص ده كده. بص يا دكتوره كده نعمل كده، ناخد على ده معلقه صغيره كده، النص ده كده. قولي معلقتين. ده ايه ده؟ دقيق ولا نشا؟ معلقتين. اوكي. هنحط هنا مكعب زبده. ماشي. وهنعمل قرصين بالظبط. هقول لك هنعملهم ازاي. طيب ينفع زيت زيتون، ينفع زيت عادي، ينفع زيت زيتون، ينفع زيت عادي، ينفع زيت على زبده زي كده، اي حاجه حضرتك. يبقى احنا قلنا ايه يا نرمين؟ ما نوقفش نفسنا، نشتغل بقى يعني. نشتغل ما يهمش، اعملي اللي انت عايزاه. كويس. استاذه مريم مساء الخير.
ممكن اتكلم فيه؟ اتفضل. اهلا وسهلا. سامح معاك، اتفضل. بقول لحضرتك بعد ما خلصت اللانشون وضربته كله، ما بتسويهوش حضرتك بعد كده ولا بتحطه على طول في الثلاجه؟ ما بعملش ايه؟ ما بتسويهوش. بعد ما خلصت حضرتك اللانشون وكده، ما بيتحط ما بتستويش بعد كده بعد ما بنحطه في الكوبايات؟ اسويه يعني؟ ما بتسويش. لا حضرتك، ما انا عامل الفرخه مسلوقه. عشان كده يعني. انا عامل الفرخه مستويه اصلا. يعني لو نيه نسويه بقى بالطريقه بتاعت الناس الثانيه. لا لا، لو نيه تسويها بالطريقه الثانيه اللي هي بنحطها في اكياس او في حاجه بالفاء وبنكورها وبنسويها يا اما في الفرن اما في ميه بتغلي برده بوكيه جرنيه بصل وتوم وبتاع وكلام من. شكرا يا فندم على المعلومات. تحت امرك. نورتينا يا استاذه مريم، نورتينا. خلاص حطينا دي في الطاسه كده، وحطينا فص المستكه بتاعنا. ماشي، ده زبده وزيت. زبده وزيت كده. ياخدين فايده البيض والفايده من الخضار. بالظبط. هننزل بقى بالموضوع ده كده. بس احنا ممكن ننزل بيها كلها، لان هي ايه، مش هتبقى كتير. كده البطاطس تلحق تستوي والجزر، ولا انت مش عايزه تستوي؟ وهتتبسطي منها جدا. اهي خلاص كده. هقول لك دي هنعمل فيها ايه. ماشي. بطيره البطاطس يعني هي طريقتها بسيطة خالص ومكوناتها كمان بسيطة. ثلاثة حبات بطاطس والجزر والبصل بس. الشيف يعني بشر كل الحاجات، حطوهم في مية ساقعة أو تلج اللي موجود عند حضرتك، والبيض عليهم، خلطهم مع بعض وعليهم البهارات والملح وسايبهم على النار.